اول حاجه الحمد لله على هذا الانتصار مقابل راك الشيء هكي دازت صعيبه بزاف ديال ما بين جوج فراق القنيطره ديما تكون واحد النديه خاصه. الحمد لله ثلاثه انتصارات متتاليه هادشي تيخونا باش نمشيو في المسار ديال البطوله في واحد المسار مزيان. هذه الى البدايه واخا كانت الاستعدادات كانت ما بداتش مزيان لان كتعرفوا بان كوفيد واليسار كانوا مسدودين وما كانش واحد الاستعدادات كافيه. الحمد لله حنا غاديين في واحد النسق تصاعدي وان شاء الله غنقولوا الكلمه ديالنا في البطوله ان شاء الله. ضروري خصني نكون تايق في اللاعبين اللي معايا والحمد لله حنا عازمين باش نرجعوا ان شاء الله للمكانه ديال فريق سبو. يعني كتعرفوا فريق سبو فريق عريق ماشي عاد بدا اليوم، راه دازوا اجيال واجيال، راه واحد الوقت راه كانوا كيمشيو المنتخب راه كانت فيه فرقه كامله. دونك حنا عازمين ان شاء الله باش نرجعوها للمسار ديالها ان شاء الله. شكرا. اول حاجه كنشكر قناة الفجر على هذه المبادره الطيبه، وكما شتي راه صعيب باش تلعب لا ربع وتلعب السبت، يعني كان شويه ستريس والدراري عياو، ولكن الدراري داروا اللي عليهم واستعنا بالفوز. ايوا كنشكروا الدراري على هذه الروح القتاليه، وكنشكروا السي يحيى باي على الثقه اللي عطيه الدراري. عندنا السيمانه على وجده على ما كنظن، ايوا نتمناو نجيبوا 3 بوان من وجده ان شاء الله. هادشي اللي كنتمناو. شكرا. شتي الهزيمه ديال اجاكس طنجة والهزيمه ديال مع كاكسبو، راهم فرق عريقه اللي هبطوا من القسم الوطني الاول للقسم الوطني الثاني، وحنا حديثي العهد في القسم الوطني الثاني الله طلعنا من العصبه. والدراري تبارك الله راك شتي المقابلات جوج اخي شتيهم راه كانوا تبارك الله دراري في المستوى، كنتقص شويه تجربه وشويه النجاعه قدام المرمى، والحمد لله زعما الدراري داروا مقابلات مزيانين ما كانوش خايبين، والحمد لله حنا كنتفائلوا خير. الدراري بشويه بشويه شي ان شاء الله ينضبطوا ويولفوا مع الاجواء ديال القسم الوطني الثاني. وحنا كما قلنا من سابقا كاع الاعضاء ديالنا كيفاش يقولوا حنا لاعبين على المانشيان، نبقاو في القسم الوطني الثاني باش ناخذ شويه تجربه، ولما لا ان شاء الله الصعود مع مرور المقابلات. شكرا.